بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. في درس جديد من دروس مادة الجغرافيا للسنة الثانية بكالوريا في جميع الشعب الأدبية. موضوع درسنا اليوم هو فرنسا قوة فلاحية وصناعية كبرى في الاتحاد الأوروبي. إذن في هذا الدرس، هو درس بسيط وسهل جدا، يمكن حفظه واستيعابه بطريقة سريعة جدا لأنه بسيط. إذن في هذا الدرس ديال فرنسا قوة فلاحية وصناعية، ماذا يجب على التلميذ أن يعرف؟ يجب عليك حسب الإطار المرجعي وحسب التوجيهات التربوية أن تعرف مظاهر وعوامل قوة الفلاحة بشكل بسيط، أن تعرف أيضا مظاهر وعوامل قوة الصناعة، وأن تعرف في الأخير المشاكل والتحديات بشكل بسيط ومختصر. درس ديال فرنسا خصنا نعرفوا فيه مظاهر وعوامل قوة الفلاحة الفرنسية، نعرفوا فيه مظاهر وعوامل قوة الصناعة الفرنسية، نعرفوا فيه المشاكل والتحديات كتواجه الاقتصاد الفرنسي بشكل مختصر. إذن تابعوا معي. بالنسبة للمظاهر، خصنا نعرفوا المظاهر والعوامل. خصنا نعرف مظاهر قوة الفلاح، ونقصد بالمظاهر خصائص أو تجليات التي تظهر فيها قوة الفلاح، ونقصد بالعوامل التفسير، الأسباب التي أعطت قوة الفلاح الفرنسية. ونفس الشيء بالنسبة للصناعة، دائما المظاهر هي الوصف والتجليات، ما أين تظهر القوة، والعوامل بماذا تفسر هذه القوة. إذن بالنسبة لمظاهر قوة الفلاحة الفرنسية كاين ثلاثة العناصر، حيت تبغي تحفظوا ما تكثروش عليكم، ثلاثة ديال العناصر اللي خصكم تعرفوهم في هذا الدرس. بالنسبة للمظاهر كاين تنوع الإنتاج، الضخامة، المراتب الأولى. إذا الإنتاج الفرنسي كيتميز بالتنوع ديالو على المستوى الفلاحي، كيتميز بضخامة الإنتاج، كيتميز بالمراتب الأولى عالميا. وكاين فين هاد الشيء كيحققوا فرنسا، كاين الحبوب، كاين الشمندر السكري، كاين الكروم أو العنب، كاين البطاطس، هذا على مستوى الإنتاج الزراعي، لأن الفلاحة تقسم إلى الزراعة وتربية الماشية. وعلى مستوى تربية الماشية كنلقاو الأبقار، الأغنام، الخنازير. إذن هذا هو المطلب الأول أو العنصر الأول في اللي كيبان فيه قوة الفلاحة الفرنسية، تنوع، ضخامة، المراتب الأولى، ونعطيه أمثلة. ثم الحاجة الثانية أيضا اللي كتبان بأن قوة الفلاحة الفرنسية الرتبة، فرنسا كتحتل الرتبة 1 أوروبيا، والثانية والثانية عالميا بعد الواو ميم ألف. إذن أوروبا فرنسا هي الأولى فيها في الإنتاج الفلاحي، وكتحتل المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة الأمريكية على مستوى الإنتاج الصناعي، على مستوى الإنتاج الفلاحي وعلى مستوى التصدير. الحاجة الثالثة هو المجالات الفلاحية. فرنسا فيها بزاف ديال المجالات الفلاحية، فيها الشمال كتسد فيه زراعة الحبوب والشمندر السكري والخضر والفواكه، فيها الجنوب كتسد فيه الحبوب والكروم والمواشي والخضر والفواكه، كاين الشرق كتسد فيه الخضر وتربية الماشية، وكاين الغرب كتسد فيه الخضر والكروم وتربية الماشية أيضا. إذن هذه هي مظاهر قوة الفلاحة الفرنسية فقط، ما تزيد حتى شي حاجة، ثلاثة العناصر تتهنيتي منهم. العوامل اللي كتفسر قوة الفلاحة الفرنسية كاينة طبيعيا، كاينة بشريا، كاينة تنظيميا وتقنيا أو علميا. طبيعيا ديما حيت يقول لك العناصر الطبيعية اللي كتفسر القوة، شي بلاد تلقاها قوية فلاحيا كيتشابهوا العوامل الطبيعية، كدير الانبساط أو السهول. كاين شكون الحوايج اللي كيعاونوا في الفلاحة؟ السهول، المناخ،
الماء. إذا فرنسا عندها سهول ما تشربش كبير، عندها تربة خصبة، عندها مناخ متنوع محيطي متوسطي جبلي شبه قاري، وعندها وفرة الموارد المائية. بشريا السكان 63 تقريبا مليون، سوق الاستهلاك الاستهلاك بعد الدخل الفردي، السوق الاستهلاكية هادو عند فرنسا عندها 63 مليون، وبالتالي عندهم دخل فردي مرتفع، وبالتالي تيخلق سوق استهلاكية مهمة تقنيا وتنظيميا. العوامل التنظيمية كتمثل في دعم الدولة للفلاحين، كتمثل أيضا في تدخل الدولة في توجيه الفلاحة، كتمثل أيضا في الاستفادة من الباك السياسة الفلاحية المشتركة اللي كيقدمها الاتحاد الأوروبي كتستفد منها، كتستفد أيضا الفلاحة من المكننة، كتستفد أيضا الفلاحة من الأساليب الحديثة يعني التناوب الزراعي، التهجين، كل ما يتعلق بانتقاء البذور، اللعب في الجينات ديال الانتاج باش يكون ضخم، وكاين البحث العلمي. هذه هي العوامل ديال الفلاحه وهادشي اللي خصنا نعرفوه. سالينا دابا الفلاحه صافي بركه، هادشي اللي تحفظ تمشي للامتحان جيب بنط. الا كنتي مازال ما اشتركتش معايا في القناه سجل الاشتراك ديالك معنا وفعل زر الجرس باش يوصلك كل جديد، ديما ندير شي حاجه توصل عندك ان شاء الله. ندوزو الى الصناعه. الصناعه نفس الشيء خصنا نعرفوا المظاهر ونعرفوا العوامل. شنو هي المظاهر حتى هي في كاين الصناعه؟ لا بحال الفلاحه كاين فخامه، تنوع، المراتب الاولى. إذن فرنسا كتحقق عندها ضخامة في بعض الإنتاج، عندها تنوع في بعض المنتوجات الصناعية، وكتحتل مراتب أولى على المستوى العالمي حتى هي في بعض المنتوجات مثل السيارات معروفة رونول بيجو يعني هادو ديال فرنسا. الطائرات كتساهم بحصص مرتفعة في الإيرباص غزو الفضاء، أريان مشروع أريان مشروع غزو الفضاء ديال الاتحاد الأوروبي كتساهم في حتى الاتحاد الأوروبي فرنسا بشكل مهم. الأسلحة اللي كيشري منها المغرب يعني عدد كبير من الأسلحة. الصناعة الكيماوية، الصناعة الكيماوية معروفة فرنسا بالصناعات الكيماوية، معروفة أيضا بالصناعات الغذائية. أيضا كاينة الدقيقة. إذن مجموعة من الصناعات اللي كتساهم فيها فرنسا بحصص مرتفعة من الإنتاج العالمي، وكاين عندها ضخامة وتنوع الإنتاج، وكتحتل فيها مراتب مهمة جدا. إذن نعقلوا في المظاهر على ضخامة تنوع المراتب الأولى، ونذكروا بعض الأمثلة في بعض الصناعات. ثم أيضا من عناصر ديال قوة الصناعة الفرنسية هو احتلال المرتبة الثانية أوروبيا بعد ألمانيا. كتحتل الصناعة الفرنسية المرتبة الثانية في أوروبا بعد ألمانيا أو في الاتحاد الأوروبي. هذه الأولى. الثانية كذلك أيضا المساهمة عندها المساهمة ولا ثاني مساهمة في الناتج الإجمالي بعد القطاع الثالث. إذن بعد قطاع التجارة والخدمات الصناعة في فرنسا هي الثانية في اللي كتساهم في الناتج الداخلي الإجمالي داخل فرنسا. ثم نحن نعرفوا المجالات الصناعية. إذن تقريبا مشينا بنفس التنظيم ديال الفلاحة حيت تبغي تحفظ. لاحظ كاين التنوع، كاين المرتبة الأولى، كاين المجالات، كاين حتى في الصناعة التنوع والضخامة والمراتب الأولى، المرتبة اللي كتحتلها أوروبا مع أوروبيا مع المساهمة ديالها في الناتج الداخلي الإجمالي، والمجالات الصناعية اللي كاينة في فرنسا. فرنسا كاينه بزاف ديال المجالات الصناعيه. كاين الشمال، الشمال كاينه مناطق باريس والليل منطقات يعني مهمه في الصناعه. كاين ايضا الشرق من المناطق الصناعيه المهمه في الشرق، كاينه نانسي وستراسبورغ. كاين ايضا الجنوب الشرقي، الجنوب الشرقي فيه نيس مونبولي ليون. وكاين الغرب، الغرب ديال فرنسا فيه نانت، وكاين الجنوب الغربي
الجنوب الغربي فيه بوردو وتولوز. إذن هذه بالنسبة للمظاهر اللي خصنا نعرفو. ندوزو للعوامل. العوامل اللي كتفسر حتى هي قوة الصناعة الفرنسية، كاين عوامل طبيعية، كاين عوامل بشرية، وكاين عوامل تنظيمية وتقنية. فعوامل طبيعية كتمثل في ثروات المعدنية والطاقية. فرنسا عندها مجموعة من المعادن مثل الأورانيوم، البوتاست، البوتاس، البوكسيت، هذه معادن معروفة بها فرنسا، وكتنتج أيضا على مستوى الطاقة. ما عندهاش الفحم والبترول والغاز الطبيعي، ولكن عندها الطاقات المتجددة، عندها مهمة إنتاج مهم في الطاقة النووية، لأن عندها الأورانيوم، عندها كتعتمد على الطاقات الحرارية، كتعتمد على الطاقة المائية. بشريا داكشي اللي قلناه في الفلاحة نقوله في الصناعة. 63 مليون نسمة، ارتفاع عدد السكان، ارتفاع الدخل الفردي، ارتفاع الاستهلاك، وبالتالي نعاودوا هذه في البشرية، نعاودوها في يعني العوامل البشرية في الفلاحة، نعاودوها في الصناعة. وبالنسبة للعوامل التنظيمية والتقنية، نميزوا ما بين فرنسا من الحرب العالمية الثانية من 1945 حتى 1986، تدخل الدولة في توجيه الاقتصاد أو الصناعة. ثم من بعد 1986 لجأت فرنسا إلى الاقتصاد الليبرالي، الاقتصاد الحر، ما بقاش كتدخل الدولة، يعني ولات صافي الخوصصة، وما بقاش الدولة كتدخل في توجيه الصناعة وتوجيه الاقتصاد الفرنسي. هنا غير في هذه المرحلة باش تخرج من الأزمة اللي عاشتها من بعد الحرب العالمية الثانية. ثم إذن هذا بالنسبة لي العوامل التنظيمية. كاين أيضا الاعتماد المكثف على الآلة، الروبو، كاين استعمال مكثف المعامل للروبو أو الآلات، وبالتالي كيعاون في الإنتاج. كاين أيضا البحث العلمي، ميزانية ضخمة تخصصها فرنسا للبحث العلمي والتجديد التكنولوجي. كاين أيضا الشركات المتعددة الجنسيات، إذا فرنسا كتحاول تشجع الشركات المتعددة الجنسيات، وكتشجع الاستثمار في الخارج خاصة في الدول النامية. أي مستثمر كتحاول تدعم الدولة الفرنسية وكتشجعه باش يستثمر على برا. إذا هذه العوامل التنظيمية. بقات لنا المشاكل والتحديات بشكل مختصر. المشاكل والتحديات كاينة اقتصادية، كاينة اجتماعية، كاينة بيئية. اقتصادية، شنو هي المشاكل الاقتصادية؟ كاينة مشاكل في الفلاحة فلاحيا وصناعيا، هادشي اللي كاين، لأن الفلاحة عند فرنسا فلاحة مجهدة، ولكن كاين تضخم الإنتاج في بعض المواد. فرنسا عندها الحبوب، الشمندر السكري، الحليب، عندهم واحد التضخم فيه مقابل انخفاض انتاج في بعض المواد مثل الخضروات. بعض الخضروات عندهم نقص فيهم، وبالتالي ما كاينش واحد الموازن. كاين ايضا تكاليف تضخم الانتاج في بعض المواد، كاين تكاليف الانتاج غاليه لان اليد العامله غاليه، وبالتالي كيطيح المنتوج غالي جدا. كاينه المنافسه، بعض البلدان اللي ولات قويه، الصين، البرازيل قويه فلاحين، ولات تتنافس بشده، المغرب، مجموعه من الدول اللي ولاو كيتنافسوا على الاسواق، وبالتالي منافسة قوية. وكاين أيضا معارضة السكان لديك الفلاحة الكثيفة، هذيك الفلاحة اللي كتعتمد على الهرمونات اللي كيحقنوها الحيوانات باش يكون إنتاج ضخم، الكيماويات، ولات معارضة شديدة من طرف السكان الفرنسي لهذه الفلاحة الكثيفة. إذن هذه هي المشاكل: تدخل الإنتاج في بعض المواد، تكاليف الغالية، المنافسة، معارضة السكان للفلاحة الكثيفة. على المستوى الصناعي ايضا فرنسا كاينه المقاولات الصغرى والمتوسطه. فرنسا عندها بزاف ديال المقاولات الصغرى والمتوسطه، وما عندهاش شركات ضخمه تقدر تنافس، وبالتالي كتميز فرنسا بضعفها في مواجهه المنافسه الاجنبيه، لان ما عندهاش شركات عملاقه ضخمه جدا. كذلك ايضا قله التخصص، ما كاينش واحد التخصص مثلا في التقنيه ولا في شي حاجه بحال نقولوا في كوريا الجنوبيه ولا الصين ولا الولايات المتحده الامريكيه. ثم نقص في مصادر
الطاقة والمعادن. فرنسا عندها واحد النقص رغم كتنتج ديال بعض مصادر المعادن والطاقة المتجددة، ولكن الطاقات الغير المتجددة عندها واحد النقص حاد فيها. إذن هادو المشاكل اللي كيواجهو منهم الصناعة. بالنسبة على المستوى الاجتماعي، شنو هي المشاكل اللي كاينة في فرنسا؟ كاينة الشيخوخة. الشيخوخة، المجتمع الفرنسي مجتمع يعني فيه العجزة كتير، وبالتالي النفقات الاجتماعية، الإعالة، إعالة الشيوخ، تعويض عن الأمراض، تعويض عن البطالة. كاين أيضا فرنسا بقات تتعرف في السنوات الأخيرة تزايد حدة البطالة. كاين الطلب على السكن، الطلب على الشغل. إذا فرنسا كاين واحد الطلب كبير على السكن، كاين طلب على الشغل. هذه مشاكل تهدد فرنسا. والمظاهرات اللي ولات تخرج، راكم شفتوا العام الفايت يعني البلاد الصفراء اللي كيخرجوا باش يطالبوا بالشغل، يطالبوا بتحسين الاجور. ده المشاكل الاجتماعيه هذه. كاين ايضا على المستوى الاجتماعي كاين الارهاب، كاين ايضا الهجره السريه، كاين ايضا المظاهرات، المخدرات. اذا هذه مشاكل اجتماعيه. وعلى المستوى البيئي تعاني فرنسا من تلوث المناطق الاكثر تصنيعا. التلوث المناطق الاكثر تصنيعا، تلوث الهواء، تلوث الماء، تلوث التربه، نضوب الفرشه المائيه. نضوب الفرشه يعني الفرشه المائيه بقات تنقص وتجف. علاش؟ لان كاين استغلال فلاحي مكثف. اذا هذا الشيء اللي خصنا نعرفه في هذا الدرس. بسيط، الفلاحه مظاهرها وعواملها، الصناعه مظاهرها وعواملها، التجاره، المشاكل والتحديات اقتصاديا اجتماعيا بيئيا. شوف فين شرحت الدرس، يعني في واحد نصف ورقه، ما كاملاش ورقه، ها الورقه كامله شرحته في هذا النصف ورقه، يعني باش تبان لك الدرس بانه بسيط وسهل جدا. الخطط ديالو غادي نحطها في الصفحه، وغادي نحط لكم رابط الصفحه في الاسفل. بالتوفيق للجميع، ولا كنتي مازال ما اشتركتش معنا ما تنساش تسجل الاشتراك معنا وتفعل زر الجرس. وبالتوفيق.